حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام مجددا في برنامج الشادي. نستضيف المبدعين والمتميزين في هذا المجال في مجال الإنشاد لحضورهم اللي نتشرف به، وكذلك ننتظر منهم إبداعهم، وكذلك في دردشة تكون ما بيننا وبين ضيفنا لهذه الليلة المتميز والمبدع الوليد العامر. مرحبا يا أبو عبد الله مليون. الله يبقيك يطول عمرك يرفع قدرك يا سلطان. أول شيء الله يمسيكم بالخير جميع. مرحبا. والله أني متشرف بالاستضافة ومتشرف بالدعوة، متشرف أني أجي في ذا الكيان الكبير، ومتشرف أني أكون ضيف أمام الأخواني اللي نتعلم منهم. استهلا. وخصوصا بعد معك يا سلطان، رفيق غالي. ما يحتاج. الله يعطيك العافية أبو عبد الله. اليوم أنت جاي في مسابقة تجدد عندك روح المسابقات والأدات، خاصة إن كان عندك تجربة قديمة كان في برنامج المنكوس. أنا ودي أعرف بس أبو عبد الله، بدايتك الإنشادية كانت من المسابقة ولا قبلها؟ لا والله من قبل المسابقة، لكن يمكن نقول نحن يعني ما حالفنا الحظ يعني في الساحة إلا من بعد المشاركة في المنكوس في أبوظبي. يعني البرامج الإنشادية دائما تخدم الشخص في مجاله، تختصر عليه الطريق. صحيح تخدمه، لأنه أول شيء أنه يرافق أسماء إعلامية كبيرة. يعني كان يسمع بهم من يوم عاده بزر، هو يسمع بالأسماء فجأة لينه ينافسهم. أسأل. وقدام من؟ قدام لجنة يعني كبار، يعني لازم أنك تطلع اسمك من بينهم. أسأل. كيف تطلع اسمك؟ أنت وإبداعك. التوفيق بيد الله سبحانه. أبو عبد الله، أنا ودي أسأل لأن قد قال لي شخص عن اللحظة اللي درى فيها الوليد العامر أنه منشد وصوت حزين، متى كانت؟ كل منشد أصلاً له بدايات، ولو تسمع أي منشد مبدع سواء في الساحة وغيرها تسمع أعماله القديمة يقول ليتني والله ما غنيت، ودي أنا من ضمن ذا الرب. لكن فترة بعد فترة يطور المنشد ألحانه، يطور تفكيره، يطور كل شيء، والتوفيق بيد الله سبحانه. طيب، على غير العادة احنا المفروض ان نطلب الأداء المسجل، ولكن انا ودي اطلب الأداء المباشر قبل المسجل منك ابو عبد الله. ابشر الله يطول عمرك. اول شيء وش بتسمعنا الأداء المباشر؟ بسمعكم من كلمات محمد بن فطيس المري، امسي عليه بالخير. يستاهل. يا سارقا قلبي أتتك جوارحي، يا سارقا قلبي، يا سارقا قلبي أتتك جوارحي، طوعا بلا أمر ولا استئذان، يا سارقا قلبي أتتك جوارحي، طوعا بلا أمر ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هواك حين أتاني، فارفق به ما دمت تملك أمره، واحفظه حفظ الصدر للرئتان، وإذا لقيتك فأعطنيه دقيقة ليجدد الحب به شرياني. الله الله الله،
يا سلام، الله يعطيك العافية أبو عبد الله على هذا الإبداع الغير مستغرب الأمانة منك أبو عبد الله. اختيار المنشد الوليد العامر له أعمال مليونية في اليوتيوب، اختيار المنشد للكلمات يعتمد على إيش دايم في الأعمال الإنشادية والأعمال الفنية بشكل عام؟ اعتماد المنشد إذا جاه النص القوي ترى يبلش المنشد أنه يدور له لحن يطلعه على الساحة، والألحان توفيق من الله. محم قايلين لكم فيه ناس يطلعون ألحان في كل أعمالهم، لا، لازم أنه يأخذ من ألحان قديمة ويطورها. الأمانة فيه كم لحن أنا غنيته لجفران جعلها الجنة وطورت فيه تطور يعني خفيف بس، والحمد لله لقى قبول وشعبية عند الجمهور. لكن إذا الحين أنا لو بختار عمل، هل أنت تعتمد على اسم الشاعر الكلمات ولا أحيانا على اللحن اللي يجي على الكلمات؟ أكيد أن اسم الشاعر أنها بيخدمك في الإعلام، لكن إذا أنت مبدع وتقدر تطلع إبداعك تطلع بدون أسماء الشعار الكبار. يا سلام. أعمالك أبو عبد الله في الفترة الماضية يعني السنتين اللي راحت أو الثلاث سنوات يعني ما شاء الله تبارك الرحمن من 10 مليون وانطالع، توفيق بيد الله في أكثر من عمل. خلني أقول وش أقرب الأعمال لك. أقرب الأعمال لي من كلمات سعيد المنصوري الله يمسيه بالخير، وهو عن الأم. والأمانة أبياتها عجبتني ودورت لها لحن طيب، والحمد لله لقى يعني شريحة كبيرة، اللي هو طول الله عمرك. عيوني يا ثنتين منك ما تملي، لو تناظرك الضحى ولا عشية، يا غرام دك في قلبي وحلي، لك ساق الود سوق الشاذلية. أمي اللي شوفها شرب وغذلي، جعلي أبطي زولها ياضي علي، جعلي أبطي زولها ياضي علي. يا سلام يا سلام، صح صوتك أبو عبد الله والله يعطيك العافية. إحنا بنسمع عمل مشتاق من كلمات وضاح الآن، ونستمتع وإياكم مشاهدينا الكرام مع هذا العمل للمنشد الوليد العامر. مشتاق لك يا نظر عيني، والشوق في بعدك أشقاني، ما عاد شيء سليني، سبحان من عقبك أحياني. مشتاق لك يا نظر عيني، والشوق في بعدك أشقاني، سليني سبحان من عقبك أحياني، محتاج حاجة تنسيني همي وحزني وخذلاني، ومحتاج شيء يخليني ما عاد أفكر ولا عاني، ما عاد أفكر ولا عاني. أسألك بالله لا تبكيني، كله ولا ضح عدواني، أستاهل الدمع في عيني،
خليتك أحد دخلاني خليتك أحد دخلاني يعطيك العافية أبو عبد الله، تستاهل التحية أبو عبد الله. خلنا يعني نستغل وجودنا معك ونقول وش جديد الأعمال اللي ما بيجا. الجديد الأعمال موجود، لكن توفيق بيد الله، لا نزلناه يمكن يلقى شريحة كبيرة تستمع له وينال على إعجابهم، ويمكن والله ما يتعدى مشاهداته حتى اثنين. نقدر نقول من كلمات من؟ خلها لين تنزل، لين تأكد. يلا خلنا نسوي لها شو، وهي اصلا ما بعد جات. بتكون على الشتاء ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب ابو عبد الله، قبل الختام احنا عندنا طلب منك، وانت تتوقع ان عندك طلب من اللجنه انه مشاركه. والله في اداء اللجنه للامانه، والله اني احبهم، يستاهلوا كلهم. اول شيء من دون قصور في الربع اللي باقيين، ابو فارس نحبه من يوم خلقنا وحنا نسمع له ونحبه، يستاهل. وتواجهت انا وياه في ابو ظبي، كان هو اللجنة وأنا كنت من المتسابقين في مسابقة المنكوس وما فوزني. اليوم أنا جاي أخذ القضاء منه. طيب. وأبو سالم ابن عم ومجمل وصوته طيب ورأسه طيب، والدكتور الغالي أبو سليمان، من يوم تابعت البرنامج وما شاء الله تبارك الرحمن اللجنة في حاجة اللي مثله شروة، يعرف في المقامات ويعرف من دون قصور في اخواني اللي يستاهل. ودي والله اني اغني معهم، انا طالب من طلابهم ودي اني اغني معهم. يسمعونك وبد ان بغوها على لحن واحد كلهم، ولا ان كل واحد اني يغني وانا لاحيه اللي ودهم، لكن ودي اني اغني معهم. طيب انا الاختيار انا اجي. انا طيب خلينا نسمع تحيه للدكتور. اول هذولي ترى ما يحضروا، انا بغني معك اليوم، حمستني. مرحبا يا الله، وانت معنا يا سلطان. لا تكفى، ابى اغني انا، ابي اغني اغنيتي انا وانت، شده القافله لو تذكرها، معروفه. ابغى لا احنا واقفين، يمكن ما يعرفها يا دكتور. لا يعني من الحاجات اللي انا ما اغنيك يعني الا العربي الفصيح. غنى هو، انا بشوف بعطيك الكرت الذهبي ولا لا بك انت. لا والله بنغني انا وياك، انا وياك. طيب اخاف يعطيني واحده، انا ما اعرف. انا طيب اختاروا واحده. انا اعرف المزمار، الخبيتي، اعطيني تعطيني من أورط. لا ما أقدر. دكتور نختار أغنية منك وتعرفونها كلكم. يلا. أي موال الحجاز. أعطيك واحدة. لا تصدقني تعرف الخبيتي أنت. أي بالله أعرف. يلا. تجملوا يا الجاويد، عارفها؟ روح. والله ما أعرف. روحوا بعين الله. والله ما أدري. طيب من الجنوب نروح أبو صالح سرى ليلة. أبو صالح سرى ليلة. طيب المشكلة أعطيه مكاوي ما حيعرف. دي يلا يلا خلنا تجملوا ولا جاوير. بس سلطان معانا كورال. إي لازم أسأل سلطان الكورال. يلا تجملوا يا لجاويد، تجملوا يا لجاويد، تجملوا يا لجاويد، ربي حذاني عليكم. تجملوا يا لجاويد، تجملوا يا لجاويد، تجملوا يا لجاويد، وربي حذاني عليكم. بس يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية. أنا كله ده بس أبو فارس اليوم. الله يصح صوتك أبو سليمان ويطول عمره. صابني ما كفاني. لا ابشر ابشر. سم. اما ابو فارس، الله يا حبني لا هويا ويلي على شوفه
يا واجد روحي علي هو يا بري حالي. حبغيك تلحين ولا عطني اللي انت تبغاه؟ يا حبيني لا هو يا ويلي على شوفه يا واجد روحي عليه يا بري حالي. لبست فضلا علي وكبر معروفة وكذب اليا قلت ما يطري على بالي. لبست فضله علي وكبر معروفة أكذب لي قلت ما يطري على بالي. خلاص خلاص تراني والله يا ابو فارس انا اقول ابغى لحيك ولا والله نحن من طلابك ابو فارس وانت علم منك قسم بالله. اقول شكرا لك ابو عبد الله على ابداعك وانك خليتنا نسمع بعد ابو فارس وشكرا والله, والله العظيم اني من محبينه ولا ما حتى ما اقدر اغني جنبه عمره طويل وعمره وافي ابو عبد الله يعطيك العافيه ابو عبد الله. احب اني اغني معه واستمع صح صوتك شاكرين لك قبول دعوتك دعوتنا وصولك كضيف في برنامج عاد باقي ابو سالم محمد مخلينا يستاهل بس علشان الوقت نغني طرف الليل والدمع يدمع سلام طرف الليل يا ابو سالم عندك عندك احبها بصوتك واحب راسك علينا بغيت اسري انا قبل شيء بعد ما انا جنب ابو فارس سلام طرف الليل والدمعه ورا الدمعه والعرب ما داروا وش سبت دموعي ضيقتي ما تعرف السبت والجمعة ضيقتي مستمرة طول الأسبوع أحسب نشوفته سهلة مثل سمعة الله الله صح والله صح صوتك, صوتك ابو سالم الله يعطيك العافيه صح اعذروني على احراجكم يا والله العظيم اني اتشرف اني من طلاب متشرفين يا استاهل ودنا نحن نكسر البروتوكول شوي ونكسر الرسميه ونكسر اقول بيض الله وجهك يا ابو عبد الله والله يعطيك العافيه الله يطول عمرك شكرا لك نجم متميز واضافه كبيره تواجدك في برنامج الشادي لي الشرف والله يا سلطان الله يعطيك العافيه بيض الله وجهكم ووجه على علومكم الطيبه ولي الشرف والله اني اكون ضيف على الكيان العظيم تستاهل مرحبا بك ابو عبد الله الله يعطيك العافيه شكرا لضيفنا المتميز والمبدع الوليد العامر شكرا لحضوره وتميزا ننتقل الان مشاهدينا الكرام استكمالا لامسيتنا لهذه الليله في ابداع الشادي حمد القحطاني خامس المتسابقين يتواجد مع الزميل سعاد الغرمول تفضل ابو ناصر يا مرحبا يا ابو عبد الله مشاهدينا الكرام ما زلنا متواصلين